اهلا حبايبي طلاب الصيدله، النهارده هنتكلم في برانش جديد من الفارماكوجنوزي. معاكم الدكتور مصطفى محمود حجازي. زي ما احنا متعودين احنا بنقسم الفارماكوجنوزي اكوردنج لاورجن، يعني النبات عندنا اللي احنا بنجيب منه النبات الطبي اللي احنا بنستعمله، احيانا بتبقى الماده الفعاله موجوده في مكان اكتر من التاني. فانا ايه اللي يخليني استعمل النبات كله اذا كنت الماده الفعاله بتاعتي ريتش في اورجن، يعني زي الورقه او الليفز او الفلاورز، الورقة أو الزهرة أو البذرة السيدز. فبالتالي أنا باخد الأورجن تمام كده اللي فيه الأكتيف كونستيتوينت اللي هي المادة الفعالة بتاعتي أعلى ما تكون. النهاردة هنتكلم عن الليفز. زي ما احنا شايفين كده الليفز بتاعتنا اللي هي الورقة دهيت، المنطقة دي كلها بنقول عليها الليف لامينا. زي ما احنا شايفين كده اهوت الليف لامينا. البتيول او الستوك او الساق اللي شايل الورقه اللامينه ديت كجزء من الورقه اسمه بتيول او بيدسل، تمام كده. الورقه دي كلها سواء كانت اللامينه والبتيول موجودين على الستيم، خارجين من حاجه اسمها نود، عقده، تمام. ممكن يبقى يكون تحت الورقه دي حاجه اسمها ستيبيول، ممكن ما يبقاش موجود. ما بين كل ورقة وورقة تمام اللي هي نود ونود مسافة بنقول عليها انتر نود. من كل ورقة بيخرج برعم صغير زي ما احنا شايفين اسمه الاكزل، اكزيلاري باد، تمام. بيخرج من منطقة الاكزل اللي هي ابط الورقة، بنقول عليه ده برعم، غير البرعم الطرفي اللي بيخلي النبات يطول لفوق. ده المكان البرعم اللي بيدي البرانشز بعد كده الفروع. يبقى دي مقدمة. طبعا احنا لسه هنتكلم عن الانترودكشن بتاعت الليفز، بس يعني دول كلمتين نحب نقولهم عن الليفز في البداية. ايه هو الديفينيشن بتاع الليف؟ الورقة الليف دي بنقول عليها lateral outgrowth، دون بتطلع على الستيم كحاجة جانبية lateral outgrowth on stem from which it differs in structure، تمام. هي بتختلف في structure طبعا، وإلا ما كناش هندي المقدمة الصغيرة دي في البوتاني، تمام. مش كل leaves شبه بعضيها. It's usually flattened, have no have one having one or more buds in its axil، تمام كده. بتبقى مبططة كده زي ما احنا عارفين. هو التعريف بكل بساطة بوصف بيه الورقة. أهم حاجة أعرف إنها lateral outgrowth زي ما إحنا معلمين الكلام الأصفر اللي متعلم عليه ده، lateral outgrowth، تمام. on stem، تمام. flattened، ماشي. having one or more buds in its axial. أنواع الليفز، types of leaves. أنا عندي أربع أنواع أتكلم عنهم. الكوتيليدو ليفز اللي هي seed leaves، تمام كده. الفولياج ليفز، الفلورال ليفز، السكيلي ليفز. لو احنا بصينا على حبايه فول كده، الجزئين الضخمين اللي احنا بناكلهم اللي هي الجزئين الكبار، لما نيجي ننبت حبايه فول نلاقي في ورقتين صغيرين في النص، دول احنا ملناش دعوه بيهم. الفول الكوتوليدون ليفز بقى هي الجزئين الكبار اللي احنا بناكلهم، دي بنسميها السيد ليفز، تمام كده. تمام، عشان ما نتلخبطش لما اجي كوتوليدونز اللي هي الفلقات، تمام كده. يعني نسمع النبات ثنائي الفلقه زي حبايه الفول كده. الجزئين الكبار اللي احنا بناكلهم في الفول، تمام، حبايه الفول، هم دول الكوتوليدونز او السيد ليفز. الفولياج ليفز اللي هي كل انواع الليفز الموجوده حوالين مننا. الفلورال ليفز طبعا يعني احنا بنسمي الزهره modified leaves، تمام، كورقة متحورة، فاحنا بنصنفها تصنيفيا بنقول عليها floral، الكيليكس والكورولا، لما نوصل لهم ان شاء الله بنقول عليهم، بس مبدئيا بنقول عليهم leaves. scaly leaves اللي هي الورقة الحرشفية زي ورقة البصل كده، تمام، ورقة حرشفية زي ورقة البصل، مش محتاجين ان احنا نشرح اكتر من كده. الانسيرشن، فولياج ليف
طبعا بنتكلم دلوقتي مش هنتكلم على الفلورال ولا هنتكلم على الكوتيليدون، كل شغلنا هيبقى على الفولياج ليفز. تمام، عندي حاجه من اتنين، انسيرشن مكان خروجها، يا اما تخرج من نقطه واحده تمام فوق الروت زي الجزرايه البنجرايه الليفت الحاجات اللي زي كده، بقول عليها راديكال. راديكال اللي هي the leaves crowded together about the top of the root at the level of the ground or just above it. تمام كده، يعني كل الورق خارج من crowded كده متجمع مع بعضه فوق الايه، فوق الجذر من نقطة واحدة فوق الارض مباشرة، ده الراديكال foliage leaves. تمام، طب ايه هو الكولاين foliage leaves؟ الكولاين ده مع اللي هو الليفز اللي هي العاديه خالص اللي احنا بنشوفها على الستيمز والايه والاشجار والنباتات العاديه. تمام كده، بلاقي ان الليفز سبريد ابارت، يعني ايه؟ متنطوره ومتوزعه اون ذا elongated اريا ستيم، مش موجوده على التوب اوف ذا روت، موجوده متوزعه على الستيم زي اي ليفز بنشوفها حوالين مننا. الراديكال دي حاله استثنائيه، الكولاين دي الأعم والأكتر. لما نيجي نبص على الليف مورفولوجي، شكل الليف، هلاقي عندي الليف زي ما قلت قبل كده بيبقى عندي منطقة اللامينا أهيت، منطقة اللامينا أو البليد اللي هو دهوت المنطقة دهيت اللي أنا بعلم عليها دهيت. تمام، دي منطقة اللامينا، قمة الورقة اسمها الأبيكس طبعا قمة، البيز أدي أهو البيز. تمام كده، المنطقة الوسطانية العرق الوسطي ده اللي هو بسميه الميدريب أو بسموه العرق الوسطي، بيبقى خارج منه lateral veins وحافة الورقة اسمها margin. كل حاجة من دي هنقسمها، لأن الورق بيختلف من نبات لنبات في الشكل اللي إيه، سواء كان في المارجن في الحافة بتاعته margin، في الأبيكس في البيز. تمام كده، تحت اللامينا زي ما قلت لكم في اول المحاضره في حاجه اسمها البتيول او الليف ستوك. تمام كده، اللي هو ساق الايه، ساق اللامينا او ده جزء من الايه، من الورقه. تمام، زي ما قلنا مكونات الليف من في السلايد اللي فاتت، انا عندي هبدا من القاعده الليف بيز. تمام كده، البتيول اللي شايل الليف دي اللي هو الستوك، البليد اللي هو اللامينا منطقه اللامينا. اللامينا دي ممكن تبقى ليها انواع، ممكن تبقى اللامينا دي سيمبل يعني ورقه واحده زي ما احنا متعودين، او لوبد مفصصه، او ورقه كومباوند مركبه. اللامينا بيبقى لها شيبس اشكال، الابيكس في اللامينا بيبقى له اشكال. تمام، المارجن نفس الكلام، البيز اوف لامينا نفس الكلام، الفينيشن اللي هو الفينز اللي خارجه دي بيبقى ليها اشكال، وكل ورقه بيبقى لها شكل غير التاني. الليب بيز تمام كده، اللي احنا مكان خروج الستوك من على الستيم، هلاقي عندي حاجه من اتنين، ممكن الاقي زي ما احنا شايفين كده اهوت، ممكن الاقي حاجه اسمها ستيبيول. تمام كده، اللي هو ده اهوت اللي هو ده. تمام، فاقول عليها ستيبيوليتد او ستيبيوليت ليف، او اقول عليها اكس ستيبيوليت يعني نو ستيبيول. لما اجي انا اسالك اقول لك يعني ايه ستيبيوليتد او ستيبيوليتد ليف. تمام كده، كونتين ستيبيول، اكس ستيبيوليتد نو ستيبيول. تمام، بتبقى ورقه خرشوفيه موجوده في البيز كده على الستيم في البيز بتاعت الليف زي ما احنا شايفين كده. ادي اهوت الاستيبيول اهوت. تمام، زي ما احنا شايفين اهو، دي ستيبيوليتد طبعا، وهنا في سباين ستيبيول زي ما احنا شايفين، هنا طبعا اكس ستيبيوليتد، مفيش اي ستيبيول طالع. البتيول الستوك، الساق اللي شايل اللامينا، ممكن تبقى الورقه فيها بتيول، ممكن ما تبقاش فيها بتيول، تبقى بتيوليتد. تمام،
نقول عليها بتيوليت، يعني الورقة فيها بتيول، أو سيسايل. سيسايل يعني مفيش بتيول أهوت، فتبقى اللامينة جالسة. سيسايل يعني جالسة، موجودة على الستريم دايركت، مفيش أي ستوك شايلها. زي ما احنا شايفين اهوت، ادي ديت اللامينة دهيت، ديت سيسايل، تمام. سيسايل هنا طبعا بتيوليت دهيا، بتيول موجودة اهو، وادي البتيول موجودة، دي بتيوليت ودي سيسايل. انواع اللامنة احنا قلنا سيمبل، ممكن تبقى بسيطة زي دهيت، بسيطة يعني unlooped، تمام. يعني اللامنة consist of continuous and divided surface، السيرفس بتاعها هو مش مشقوق لجوه. طب undivided، طب اللوب دي تبقى ايه؟ تبقى divided، يبقى اللامنة is cut into number of loops، يبقى مشقوقة لعدد من اللوبس، عدد من الفصوص. but ولكن connected together، لو احنا بصينا هنا هنلاقي اللوبس موجودة اهي، بس اللامنة اهيت لسه موجودة، اهيت اللامنة موجودة اهي ومكملة، اللامنة لسه موجودة اهي، الورقة لسه موجودة ومكملة. تاني نرجع تاني اهوت، اهي اللامنة لسه موجودة اهي، تمام، اهي موجودة اهي بالمنظر ده اهوت. تاني اللامنة لسه مشقوقة صحيح لوبد، بس اللامنة اهيت لسه ايه، لسه موجودة اهي، انا معلم لكم عليها اهي، تمام، اللي هي باللون الاصفر ده، اللامنة لسه موجودة. طب هي سيمبل او لوبد اور ديفايدد، انما ممكن تبقى كومباوند لو اللامنة is cut completely، يعني into number of separate leaflets، لو اللامنة مشقوقة كليا بحيث ان كل لوب بقى ليفلت لوحدها، يبقى اقدر اميزهم ان هما ليفلتس ورايقات. طب انا كده انت كده توهتني، لا ما توهتش ولا حاجه، انت معايا لسه. نيجي نبص اهو الفرق ما بين الايه، ما بين الكومباوند اهيت، ان اهيت تمام كده، اهي اهي تمام كده، ادي اهي اللامينه اهي مشقوقه اهيت، تمام، وطلعت ليفلت. طب تقول لي ازاي دي، فاهم، خد بالك انت ان دي مش ايه، ازاي دي كومباوند ليف؟ انا عندي كومباوند ليف هنا، احنا قلنا الليف بيبقى خارج من البيز بتاعها ايه، بد، مفيش هنا بد، فبالتالي تمام البد خارج من هنا، فبالتالي كل ده هي ليف كامله، كل واحده من دي اسمها ليفلت ورايقه، تمام. يبقى هنا اذا اللامنه هنا ديفايدد لليفلتس، انما هنا اللامنه لسه مش هنا ديفايدد، بات ايه، مش كومبليتلي ديفايدد، لسه موجوده كونتينوس على الايه، اهيت اللامنه لسه موجوده، تمام، زي ما احنا شايفين اهيت اللامنه موجوده اهي، صحيح لوبد بس ايه. يبقى دي السيمبل اهيت، ادي السيمبل ليف، دي اللوبد او الديفايدد، دي الكومباوند اللي هي قصادنا دهيت، تمام تمام وعرفنا ازاي اميز ان دي كومباوند ودي سيمبل، تمام، او لوبد او اي حاجه، فاهم، ان انا عندي ان الليف بيخرج من البيز بتاعها، من الاكزل بتاعها بيخرج بد، تمام. انا ما عنديش هنا المنطقه دي، ده مش ستيم، وهنا فاهم مفيش هيبقى فيه بد، فبالتالي دي كلها اسمها ليف على بعضيها زي ما احنا شايفين. الكومباوند ليف ممكن تبقى ورقتين باي فوليات، ممكن تبقى اكتر تراي فوليات، وهكذا، ممكن تبقى زي ما احنا شايفين كده، ممكن تبقى بالميت، يعني شبه الكف في الايد كده، شبه البالم اوف ذا هاند، ممكن تبقى باري بالنيت، تمام كده، يعني باريلل، تلاقي صفين باريلل لبعض، تمام كده، لو فيهم ايه، واحده طالعه في التوب كده بنقول عليه امباري بالنيت، تمام، ما هماش بارلل لبعض، ده بردك ايه، بالميت الكومباوند، وده ايه بردك باري بالنيت كومباوند.
ده برضك اشكال الكومباوند ليب. اذا لو انا خدت واحد الورقة من دي، الوريقة من دي اسمها ليفلت ما اسمهاش ليف. اه طبعا احنا كلنا اكيد مش كلنا عارفين الورقة دي ايه، دي ورقة الكنابس. وهل هي دي بقى لوبد اور كومباوند؟ ده انت تعرفها ك تيست ليك يعني، اكيد كلنا عارفينها يعني باينة خالص. الشيب اوف لامينا، شكل اللامينا على حسب، اذا كانت اللامينا دي الويتس عرضها تقريبا زي بعضه من اول اللامينا لغايه اخرها، لامينا هاز ذا سيم ويتس throughout من اولها لاخرها، فممكن يبقى شكلها شبه القيط ثريد لايك اللي يبنوا عليها فيليفورم، او اسمك شويه فتبقى اسيكولار اللي بنوا عليها نيدل شيب ممكن تبقى اسمك شويه، اعرض شويه فتبقى لينير طوليه، اعرض شويه فتبقى اوبلونج، وكل ايه مصطلح قصاد منه الصوره بتاعته. اللامينا ويتس ممكن يبقى في مكان اعرض من التاني في البيز، ممكن تبقى ايه تبقى العريضه في البيز وارفع في الايه في الايبكس منطقه وانت ماشي لغايه لما ايه لغايه منطقه الايبكس، فممكن تبقى لانسيوليت رمحيه زي اول ورقه دي، دي اللانسيوليت تمام كده. ممكن تبقى اوفيت بيضيه، ممكن تبقى كورديت شبه القلب، ممكن تبقى ريني فورم شبه الايه شبه الكلى. لامينا هاز وايد بارت نير ذا ايبكس. طب لو العكس بقى، لو المنطقه الكبيره او العريضه في الايبكس والمنطقه الرفيعه لتحت، فبنقول عليها معكوسه اوبوفيت، اوبو يعني معكوسه بيضيه مقلوبه، اوبو كورديت اوب كورديت تمام. الايبكس بقى اللي هي قمه الايه اللامينه، ممكن تبقى اكيوت زي ما احنا شايفين زي ما احنا شايفين كده، ممكن تبقى اكيومينيت مستدقه لفوق شويه مسحوبه لفوق اكتر، اوبتياس دائريه، ممكن تبقى ماكرونيت نحس ان فيها شوكه مسحوبه لفوق بشوكه صغيره ادي اهي الحته ده اهي تاني اهي تمام. يعني هي بص الايبكس عندي هنا لو هي مستدقه شويه تمام كده تبقى اكيوت، لو مسحوبه اكتر تبقى اكيومينيت تمام، لو هي دائريه تبقى اوبتياس، لو حسيت ان زي فيها زي شوكه صغيره كده تبقى نقول عليها ماكرونيت تمام تمام المارجن اوف لامينا، حافه اللامينا اذا كانت سموث ناعمه من الاول للاخر ومتساويه ما فيهاش اي تعريج فبقول عليها انتاير زي دي، اذا كانت فيها اهداب فاين هيرز فبقول عليها سيليت، اذا كان فيها زي شارب ستيف بوينت زي شوك صغير كده فبقول عليها سبايني، اذا كانت دائريه فيها دواير نص دواير كده بقول عليها كرينيت، اسنان دائريه فبقول عليها كرينيت، اذا كانت اسنان مدببه تمام كده وسيمتريك شبه بعضيها فبقول عليها دنتيت تبقى خارجه لبره كده اهوت، اذا كانت مايله تمام كده مش توورد تيث فورورد بوينتنج تمام كده يعني رايحه ناحيه الايه ناحيه الايبكس كده فبقول عليها سريت، واحيانا ممكن يبقى ميكس ما بين الدبل سريت ممكن يبقى اكتر من سريشن تمام، ممكن تبقى لوبيت تمام برضك ما يهمنيش، انتاير سيليت سبايني وكرينيت ودنتيت وسريت. البيزك لامينا ممكن تبقى سيمتريك، اهي اللامينا منطقتين قد بعضيهم بالظبط، ممكن تبقى سيمتريك واحده اطول من الثانيه، ممكن تبقى دي كارنت ادي اللامينا اهيت ما خلصتش مكمله لتحت اهيت مكمله على البتيول يعني ماشيه معاه لغايه الاخر اهوت زي اللي هنشوفه في نبات الايه الديجيتاليز تمام كده، ممكن تبقى كورديت البيز بتاعت اللامينا يعني ممكن تبقى زي ما قلنا متساويه سيمتريك، ممكن تبقى السيمتريك غير متساويه او غير متطابقه كده فاهم، دي كارنت اللي هي اللامينا مكمله ايه
على البتيول لغاية الآخر طلع له extension خفيف كده. احنا بصينا ده example اهوت للايه، لل asymmetric ادي اهوت، ده الداتورة دي الداتورة استرامونيوم منطقة اطول من التانية، دي symmetric طبعا. لو احنا بصينا هنا على الفينيشن اللي هو الايه التعرق اللي هو العروق الفينز، ممكن تبقى باريلل متوازيه زي كده تمام، ممكن تبقى بنيت شبه الريشه كده يعني عامله كده اهوت كده اهو تمام، ممكن تبقى عامله شبه الريشه، عارفين الريشه شكلها ازاي، بتبقى كده اهوت اهو خارج منها حاجات ايه كده اهوت اهو كده شبه الريشه تمام. ممكن تبقى بالميت شبه قلنا شبه ايه البالم اوف ذا هاند، خارجين من بوينت واحده تمام كده زي ما احنا شايفينه ايه ومتفرعين كتير كده. ممكن تبقى دايكوتوموس، دايكوتوموس دي احنا مش عايزينها قوي بس يعني تعرف ان كل واحده بتتقسم اتنين، دايكوتوموس دي يعني ايه كل واحده بتبقى تتقسم اتنين زي ما احنا شايفين كده دايكوتوموس. السيرفس عندي ممكن يبقى سموس ناعم، ممكن يبقى ناعم، ممكن يبقى بانكتيت منقط زي ما احنا شايفين، ممكن يبقى جلابرس هيري. التكستشر الملمس ممكن يبقى ممبرينيوس ورقي خفيف كده ضعيف او بيبري اسمك شويه، او ساكولنت يعني ايه غض زي الطماطمايه كده، او ورقه الصبار ورقه كده فاهمني ايه ورقه فليشي غضه كلها جوس يعني، فتبقى ممبرينيوس بيبري ساكولنت. الفيلوتاكسس اوف ليفز توزيع الأوراق على الستيم، حاجة من أربعة هناخدهم، الألترنت زي ما احنا شايفين في الأولانية والتانية، أدي متبادلة، أدي واحدة طالعة كده، واحدة طالعة قصادها اليمة، واحدة طالعة كده، واحدة طالعة قصادها في اليمة التانية، نفس الكلام ألترنت أهو، تمام كده؟ متبادلة، أوبوسيت الورقتين طالعين قصاد بعض، زي ما احنا شايفين أهو دي ورقتين، ورقة طالعة من اليمة دي، ورقة طالعة قصادها من اليمة التانية، أوبوسيت. تمام، بس في نفس كله طالع زي بعضه، طالع دي طالعه ودي طالعه فوق منها مباشره، طالعه طالعه فوق منها مباشره فوق منها مباشره، او اوبوسيت دي كاسيت. طب ايه هو الالترنت؟ تمام كده ليفز انسيرتد سنجلي ات ذا نود، يعني كل نود فيها ليف واحده متبادله مع الثانيه. الاوبوسيت بير اوف ذا ليفز انسيرتد ات ايتش نود، يعني زي ما احنا شايفين في كل نود طالع اتنين ليفز قصاد بعض. دي قصيت مستوى الليفز ده، هي اتنين ليفز طالعين كده واتنين ليفز اللي فوق دول طالعين متعامدين عليها كده اهو يعني، والاتنين التانيين طالعين اللي هم دول طالعين كده اهو وهكذا، دول طالعين كده اهوت متعامدين عليهم تمام. تمام ليفز ار اوبسيت اند اتش بير، كل زوج انسيرتد ات رايت انجل تو ذا بير اميديتلي اباف اند بلو، يعني كل ورقتين طالعين متعامدين على الورقتين اللي فوقيهم واللي تحتيهم. الهورلد هنلاقي في الايه، في عندنا تلات ورقات او اكتر بيبقوا خارجين من النود زي ما احنا شايفين، بيبقوا خارج ادي النود اهي بيبقى محيطيه يعني طالع تلات اربع ورقات واخدين المحيط كله الدايره كامله فاهمني بتاعه الاستيم، المنطقه دهيا اهي طالع منها تلات اربع ورقات او اكتر. تاني أي عندي الالترنت اهوت اللي انا بمسح عليه ده، كل نود خارج منها ليف واحده في نفس الوقت متوزعه مقابله كل ورقه بتقابلها ورقه من اليمه الثانيه. اوبوزيت تمام كده الورقتين قصاد بعض تمام، يقولوا فوق منهم بردك زيهم، هنا اوبوزيت دي كاسيت او دي كاسيت تمام كده، الورقتين طالعين قصاد بعض بس متعامدين على اللي فوقيهم واللي تحتيهم. الهورلد تمام كده اكتر من ثلاث ورقات طالعين من نفس النود اللي هي محيطية من هور المحيط. الليف اناتومي احنا مش محتاجين كتير من الليف اناتومي دوت تمام كده، انا لو جينا بصينا لو انا خدت قطاع عرضي في اي ورقة تمام، هلاقي عندي الزيلم اهوت الايه النسيج اللي احنا بنصبغه اللي فيه الليجنين، مادة الليجنين دي مجرد ما احط عليها الفلوروجليسينول و اتش سي ال ده هيستو كيميكال رياكشن، بحط المادتين دول فوجود مادة الليجنين في الزيلم دون في الخشب يخلي لونها يتحول للون الاحمر زي ما احنا شايفين، يبقى ده الزيلم وده الفلويم بتاع النبات تي اس بتاعنا.
يهمني فاهم ان انا اعرف حاجتين، اذا كان كلمتين ايزوبيلاترال ودورسي فنترال. تمام، انا عندي هنا فاهمني ايه، دي منطقه البلاسيد، دي خلايا عماديه زي ما احنا شايفين اهيت خلايا البلاسيد ديت، وادي عندي. اذا كانت البلاسيد دي موجوده في اليمتين فوق وتحت تمام كده، فبقول عليها ايزوبيلاترال. اذا كانت موجوده فوق او تحت بس، فبقول عليها دورسي فنترال. تمام كده، عشان ايه لما نشوف المصطلح ده ما نستغربوش. احنا عرفنا فاهم الزيلم، وعرفنا الفلويم تمام كده، وعرفنا الباليسيد اهي ايزوبيلاترال تمام كده، دورسي فنترال يعني موجوده في يمه واحده، ايزوبيلاترال موجوده في اليمتين. دي طبعا خلايا كولينكما، ده الاسبونج تيشو، دي خلايا بارينكما تمام كده. احنا خدنا الكلام ده المفروض خدناه في ايه، في البوتاني، مش مفروض ان احنا نعيده تاني. اللي فيكم يفكر كده ويقول لي فاهمني فين الزيلم هنا، اظن الزيلم واضح خالص، ده تي اس حقيقي فعلا للايه، من ورقة نبات الكافور، مش الجوكر بيضحك لكم ده. اول دراج هناخده، اول كرود دراج تمام كده نبات طبي هناخده، سنة ليبز، اوراق السنة. تمام، لما نيجي نتكلم طبعا احنا ما خدناش الاوريجين قبل كده، فنبقى عارفين فاهمني. انا لما اجي اسال عنك تقول لي انا فلان ابن فلان فاهمني، العيلتي فلانيه تمام كده، عشان اعرفك تمام كده، واحنا مشهورين بكذا فانا عرفتك كده. هنا نفس الكلام في الاوريجين، انا هنا بعايز اعرف النبات دول، فبقول درايد ليفليتس، ادي اول كلمه خطيره، يبقى اذا سنه ليفز دي كومباوند ليف او كومباوند ليفز تمام كده، زي ما باينه خالص اهي، يبقى الحاجات اللي خارجه منها هتبقى ليفليتس اوف كاشيا اكيوتيفوليا. هنلاقي كلمه ديلايل ديان، دي كلمه مش هنقف عندها، ده اسم الراجل اللي سمى النبات، مش محتاجين ان احنا نحفظه في الاوريجين، انت بس انا حاطه بس على سبيل ان انت تعرف، ان انت لو في صدفك تبقى عارف الكلمه دي ملهاش يعني انا مش محتاجها بالنسبه لي، او اي حد مش هيبقى محتاجها ولا انا هحفظها. دي درايد ليفليتس اوف كاشيا اكيوتيفوليا، الناس تخلي بالها من النطق عشان في الشفا وكلنا بننكشف من حته النطق. طبعا بقى في محاضرات اونلاين دلوقتي، فبقت العمليه سهله خالص، اللي هي الالكساندريان سنه، اللي هي السنه الاسكندراني او ورق السيراميك الاسكندراني. اند كاشيا اكيوت انجوستيفوليا، يبقى كاشيا اكيوتيفوليا اللي هي الالكساندريان سنه، او كاشيا انجوستيفوليا اللي هي الانديان سنه، اللي هي السنه السيراميك الهندي. فاميلي ليجيومينوزي، الليجيومينوزي اللي هي العيله القرنيه، اللي هي كل النباتات بتاعتها ليها قرون، زي قرون الفول كده، اللي هو نفس العيله، نفس العيله النباتيه اللي جاي منها ايه، هي العيله دي اتغير اسمها دلوقتي، بقى اسمها فابيسي، بس احنا يعني بنقول الاسم القديم والاسم الجديد برضك على سبيل ان انت تبقى ايه، لو شفت الاسم القديم ما تستغربوش. زي ما احنا شايفين كده، ادي الالكساندريان سنه، وهناخد المقارنه ما بينهم، زي ما احنا شايفين صغيره وقصيره ورفيعه شويه، ودي الانديان سنه تبقى اطول واعرض، زي ما احنا شايفين اهو، دي السنه بودز، قرون السنه طبعا باينه خالص اهي، دي اللي احنا قلنا ايه فاميلي ليجيومينوزي. الماكروسكوبيكال كاركترز، ايه الصفات العيانيه، يعني لما اجي اشوف ورق السنه ده جاي لي فاهمني، جاي لي كده اهو، هو لسه مش مطحون، انا عايز اعرف هل هو نبات السيراميكي. لما اجي ابص على البتيول هلاقي شورت بتيول، تمام البتيول بتاعه قصير تمام، بس ماشي سايل ماشي جالس. اللامينا عندي قلنا ايه، كومباوند باري بالنيت، باري بالنيت يعني ايه، باريلل يعني ايه، الصفين قصاد بعض اهم تمام. الشيب عندي اوفيت لانسيوليت، زي ما قلنا احنا قلنا في اوفيت وقلنا في لانسيوليت، بس احيانا بيبقى في ورقه بتبقى واخده الصفات اللي هي اوفيت
يعني بيضية بس مطولة شوية، أوراق أوفيت لانسولي. الأبيكس عندي أكيوت ماكرونيت، أكيوت تمام، بس طلع لها بسبوس صغير، سنة صغيرة كده، سباين صغيرة زي الماكرونيت. المارجن عندي باينة خالص انتاير، مفيهاش أي حاجة. البيز السيمتريك تمام. الكلر بتاعي لايت جرين، لون أخضر فاتح. السيرفس جلابيروس، الفينيشن جلابيروس هيري، طبعا هيري باين عشان احنا لما نيجي ناخد في المايكروسكوبيكال، هنا بنتكلم على الماكروسكوبيكال، الماكرو يعني صفات عيانيه بشوفها بعيني، المايكرو بقى اللي انا بشوفها تحت الميكروسكوب هلاقي فيها هيرز. طبعا الفينيشن عندي ريتيكيوليت بنيت، التكستشر بيبري تقيله شويه. الاودر كاركترستيك، كاركترستيك دي كلمه بنحطها تحت اي اودر ما هيش مميزه، يعني هي ريحتها مميزه لنفسها تمام كده، كلمة فضفاضة، مهيش ريحة عطرية، مش أروماتيك، مهيش أي ريحة تانية، هي ريحة كاركترستيك ليها. التيست عندي سلايتلي بيتر، يعني ميوسيليجنس، ميوسيليجنس عشان وجود مادة الميوسيليج، وسلايتلي بيتر عشان وجود الأنثراكينونز اللي موجودة فيها، المادة الفعالة اللي مسؤولة عن التأثير بتاعها. لما نيجي نقارن ما بين الاتنين، هلاقي عندي الالكسندريان احنا قلنا الصغيره الايه اللي هي شورتر اند نارور، صغيره كده وايه ومش مش عريضه تمام، بتبقى طولها ما بين 2 ل 4 سنتي لونج، والعرض بتاعها من 2 من 10 ل 7 من 10 سنتي في الوايد. هنلاقي فاهمني هناك في اليمه الثانيه في الانديان بتبقى اطول من 2.5 ل 6 سنتي، والويتس العرض طبعا بيبقى اعرض. فنقول على ديان فاهمني ممكن بلاش نكتب الديامتر، احنا بنكتب لك الديامتر بس عشان تميز ان هي تقريبا صغيره خالص، اللي بتبقى صغيره يعني حتى الورقه دي والورقه الكبيره اللي جنب منها الاثنين بيبقوا صغيرين، بس الاثنين لو اتحطوا لك جنب بعض هتقدر تميز ان واحده فيهم ارفع واصغر، واحده اعرض واطول تمام كده. فاذا الالكسندريان اللي هي الايه السنه الالكسندريان شورتر اند نارور، يعني قصيره وايه ونحيفه كده، انما التانية longer and wider تمام. بالنسبة للكالر عندي هنا الالكسندري هتبقى بيل جريش جرين، لون اخضر كده ايه رصاصي اخضر مطفي، انما دي هتبقى يلوش جرين لون اخضر مصفر. الشيب عندي اوفيت لانسيوليت اللي بالنسبة للالكسندريان، انما بحالة الانديان عشان هي طويلة هتبقى اقدر اقول انها لانسيوليت. هما الاتنين اسيمتريك تمام كده. بالنسبة للهيرز الالكسندريان طبعا مهم جدا ان انا اعرف ان انا تحت الميكروسكوب ممكن اميز عدد الهيرز تمام كده، عدد الهيرز هيبقى انديكيت الايه النوع، يعرفني النوع. فالالكسندريان سنه تمام كده هتبقى فيها ميني هيرز، الهيرز فيها هتبقى ايه اكتر، الاستوماتا فيها هتبقى اقل. وبورن تريجرز المفروض هيدي مع الاثنين روز كلر، هيدي اغمق شويه مع الالكسندريان، افتح سنه مع الايه مع الانديان. طب لو احنا بالعقل كده قلنا الاستوماتا عندي في الانديان هتبقى اكتر نتيجة ان هي ورقة كبيرة، ممكن تكون الاستوماتا المسؤولة عن عملية التبادل الغازي تمام كده، فبالتالي هي محتاجة استوماتا اكتر، يبقى الاستوماتا اكتر تمام كده عشان هي ورقة كبيرة، والهيرز هتبقى اقل. احنا ممكن نحفظها كده نقول دي لونجر فيها استوماتا اكتر فاهمني، الاثنين اسيمتريك اطول فتبقى لانسيوليت اكتر، انما الثانيه الالكسندريا هتبقى اوفيت لانسيوليت. اظن الموضوع بسيط، المقارنه دي من المقارنات المهمه جدا. زي ما احنا شايفين كده لو بصينا على التي اس هنا هنلاقي عندي دي خلايا اللي بتحتوي الميوسيلج، الماده اللي احنا قلنا عليها دي، الخلايا اللي هي الهير اللي احنا قلنا عليها لما قلنا ان هي جلابيرس نتيجة وجود الهيرز اللي موجودة عليها دي، وأنا عندي هنا طبقتين من الباليسيد تمام، فهنا هتبقى أيزو بايلاترال، ودي الفاسكولار باند الموجودة في النص اهي. ده تي اس متصور اهوت. لو احنا بصينا هنا هنلاقي ادي اهي، ادي اهي ديت الورتي هير بتاعتي، لما اجي اوصفها اقول نانجلاندولار يونيسيلولار وورتي هير، يعني عليها وورتس كده زي
زي بنقول وورتس دي ليها ثقاليل او حبوب صغيره كده فاهمني، عليها طبقه من الكيوتيكل، طبقه من الكيوتيكل دي بتبقى متجمعه في مناطق عامله وورتس كده زي حبيبات صغيره، فبقول عليها وورتي هير. انما لما اجي اوصفها اقول عليها يونيسيلولار نان جلاندولار وورتي هير، والاقي ادي دي الصوره ليها تحت الميكروسكوب اهي. تمام، والاقي عندي حاجه كمان اسمها كريستال شيس. يعني ايه كريستال شيس؟ فايبرز اهي، ادي الفايبرز عليها كريستالات كالسيوم اوكزاليت، بريزم كريستال اوف كالسيوم اوكزاليت، ادي الفايبرز تاني اهي، اهي دي الفايبرز اهي عليها اهي بريزم كالسيوم اوكزاليت في كل حته، بريزم كالسيوم، بريزم كالسيوم اوكزاليت، فبنقول عليه ده اسمه كريستال شيز. تمام، يبقى انا عندي لما اجي اشوفها تحت الميكروسكوب بلاقي اول حاجه بدور عليها اللي هي الايه، الورتي هير اللي هي يونيسيلولار نان جلاندولار وورتي هير. تمام، بلاقي بدور على الكريستال شيز، بدور على حاجه اسمها الباراسيتيك استوماتا. ايه الباراسيتيك استوماتا؟ لو احنا بصينا هنا هنلاقي نوعين من الخلايا، ادي الجارد سيل، الخلايا اللي هي في النص دي، وحوالين منها اسمها سبسيدري سيل اللي هي، بس لحظه كده، ادي الجارد سيل اللي هي في اللي هي دهيت اللي في النص ده اهي، وادي السبسيدري سيل اللي هي حوالين منها. هلاقي مستوى الجارد سيل، الخط اللي انا خدته في الجارد سيل موازي للخط اللي انا خدته في السبسيدري سيل، فبقول عليها باراسيتيك استوماتا، باراسيتيك استوماتا. تمام كده، تمام. يبقى الباراسيتيك استوماتا مش هندرس حاجه فيها باراسيتيك استوماتا غير الايه، غير السنه. ادي ايه تاني اهو، ادي الجارد سيل متحوطه باتنين سبسيدري سيل، تمام، متوازيين مع الجارد سيل، هون عليها باراسيتيك استوماتا. ايه الماده الفعاله الاكتيف كونستيتوانت عندي؟ انثراكينون، انثراكينون. لو احنا نرجع لايام الثانوي كده فاهمني، نفتكر ان عندي الانثراسين، ادي الانثراسين رينج اهيت، تمام كده، حلقه الانثراسين اهيت، تمام كده، الثلاث حلقات بنزين جنب بعض، بس هنا هنضيف عليهم حاجه اسمها الكينون رينج اللي موجوده في النص. ده هايبريد زي ما قلنا فاهمني، ما بين الانثراسين والكينون رينج، فبنقول عليه انثراكينون، انثراكينون. الانثراكينون ديت ممكن تبقى داينثرون، يعني زي ده اهي، اتنين ماسكين في بعض، ادي واحد اهو دايمر، يعني اتنين ماسكين في بعض اللي هما السينوسويد A و B و C و D، أو أنثرانول زي الألو إيمودين والرايين اللي هما الاتنين ده هما. طبعا أنا بقولكش احفظ الاستراكشر، أنا بقولك اعرف الاستراكشر إنما مش احفظه. تمام كده، مش مطلوب منك إن أنت تحفظ الاستراكشر، أنت لسه إيه، لسه بدري على الكلام ده، إنما تعرف الاستراكشر إيه هو، لأن مهم جدا إن أنت تعرف الاستراكشر. حتى عشان الكيميكال تيست، انا لما اجي اقول لك دلوقتي انا عندي في او اتش زيهيا موجوده في الاستراكشر وهي اللي بتتفاعل، طب الاو اتش دي لو احنا بصينا اهو نلاقي مقفوله اهي، مقفوله مقفوله، تمام كده، مفيش فرصه، فرصه التفاعل موجوده قليله خالص، تمام كده، فبالتالي فاهمني دي هتاثر على الايه، على الرياكشن اللي هيتم، انا عايز اتعرف عليها، فلازم يبقى في بروسيدور معينه اعمل بيها التيست. التست بتاعي هنا اسمه بورن تريجرز، لو انا عايز اشوف الفري انثراكينون اللي هي ده اهي، انما الكومبايند انثراكينون ده اللي هي ده اهي، تمام، هعمل لها موديفايد بورن تريجرز، هو البورن تريجرز تيست، بس هكسر الروابط دهيا عن طريق حاجه اسمها الاوكسيديتيف ايه، اسيد هيدروليس، بكسر الايه البونز الموجوده دي بحيث ان اعمل لايبريشن للايه، للفري انثراكينون، تمام، بحيث انها تديني التست، فبزود خطوه واحده، بحط هيدروجين بروكسايد وهيدروكلوريك اسيد عشان اكسر الكلام الزياده ده. يبقى هو نفس التست بتاع الايه، الفري انثراكينون اللي هي موجوده قصادنا دي، الفري انثراكينون، تمام كده، بس بزود عليه هنا فاهمني اللي هو ايه، خطوه الهيدروجين بروكسايد اللي هو الاوكسيديتيف هيدروليس.
تمام كده. انا عندي هنا تاني نرجع نقول عندي انثراكينون عبارة عن ايه، ممكن تبقى كومبايند او داي انثرون، اتنين انثراكينون ماسكين في بعض زي السينوسويد A و B و C و D، او انثرانول اللي هي الفري انثراكينون، وعندي فلافونويدز وميوشيلج. تيست البورن تريجرز، انا باخد البودر بتاع السنه، شويه بودره من السنه باخدهم في المعمل كده، احط عليهم الكحوليك بوتاسيوم هيدروكسيد، وبعدين اسخن لدقيقتين ثلاثه كده، وبعدين احط افلتر واخد الحاجه اللي انا الفلتر بتاعي اللي هو الرووق اللي تحت اللي انا فلتر. طبعا البودر خلاص انا عملت اكستراكشن، مش عايز بودره السنه خلاص برميها، بحط عليها دايلوت هيدروكلوريك اسيد، وبعدين احط بنزين اورجانيك سولفنت يعني او ايثر اي اورجانيك سولفنت. يبقى حطيت بوتاسيوم هيدروكسيد، سخنت هيدروكلوريك اسيد، حطيت اورجانيك سولفنت ايثر او ايثر او ايه او بنزين. الايثر والبنزين عمل ايه فهمني في الايه في الخطوه دي، خد الانثراكينون لان هي ماده اورجانيك مش سولت، مش ايه مش سولت تمام كده، هتدوب في الايه في الاورجانيك سولفنت، واحط على الاورجانيك سولفنت اللي انا خدته لوحده دوت بحط عليه امونيوم هيدروكسيد. الامونيوم هيدروكسيد اهيت اهو هتحول لي الايه الانثراكينون دوت، هتتفاعل مع الهيدروكسيلات اللي احنا قلنا عليها دي لان ليها اسيدك كاركتر، خواص حمضيه اللي فينا لو يرجع للفينول كده والفينولز اسيدك والحاجات اللي زي كده، هتتفاعل وتديني سولت. السولت ده هيخلي الانثراكينون تنزل في الميه لان الامونيوم هيدروكسيد ده محلول ميه، انا شادر في ميه تمام كده، فبالتالي الصوديوم الامونيوم هيدروكسيد هتخلي الانثراكينون تتحول للون الايه الاحمر الروز ريد كلر في الاكواس لاير مش في الاورجانيك لاير. تاني بوتاسيوم هيدروكسيد، سخنت فلترت حطيت هيدروكلوريك اسيد، خدت ببنزين البنزين حطيت عليه امونيوم هيدروكسيد تمام كده، الامونيوم هيدروكسيد خد لي الايه الانثراكينون حولها للسولت فورم تمام كده، ونزلها في الاكواس لاير عشان تدي الروز ريد. اهو سوليبل في الاورجانيك اهوت تمام، ادتني الروز ريد كلر. ده البورن تريجرز اهوت. الموديفايد بورن تريجرز بزود خطوه واحده، قلنا الايه اوكسيديتيف اسيد هيدروليسيس بوجود الهيدروكلوريك اسيد مع الهيدروجين بيروكسيد، عشان اعمل احول الكومبايند انثراكينون للفري انثراكينون عشان تقدر تدي التست زي ما احنا، هي نفس الطريقه. وادي الايه البروسيدور بتاع التست اهي الايه زي ما احنا قلنا، سواء كانت للفري الفري انثراكينون اللي هو تيست الايه بورن تريجرز تيست، او اللي هي الفري انثراكينون، او الكومبايند انثراكينون اللي هو الموديفايد بورن تريجرز تيست. استعمالات الايه السنه او السيناميكي هي مسهله لاكستيف. طب نصيغ الجمله تاني فهمني، عشان ايه كلمه مسهله دي كلمه فضفاضه، هي ملينه في جرعات القليله اللي هي كلمه لاكستيف. طب لو ممكن لو انا كترت منها تبقى اقوى من كده، ممكن تبقى حاجه اسمها مسهله بيرجاتيف تمام، يبقى هي ملينه في حاله الهابيتوال كونستيبيشن. ايه الهابيتوال كونستيبيشن ده؟ يعني الامساك اللي هو الايه الحاد مش المزمن، يعني انا سافرت وغيرت عاداتي الغذائيه فجالي امساك تمام كده، فبالتالي ده بنقول عليه امساك ايه امساك حاد مش مزمن، يبقى ما ينفعش اديها في الامساك المزمن اللي هو بيصيب غالبا كبار السن تمام، يبقى ممكن اديها في حالات الامساك الايه الحاد اللي هو الاكيوت كونستيبيشن او الهابيتوال كونستيبيشن تمام. ممكن استعملها بيستعملوها في حاله بيستعملوها في الشايات العشبيه اللي هي بتاعه التخسيس السليمنج هيربال تي زي شاي رويال اللي موجود في الصيدليه تمام، عشان ايه تخلي الاكل ما يقعدش فتره كبيره في الامعاء فبالتالي ما يتهضمش، فبالتالي فاهمني ايه تبقى موجوده كده في الشايات العشبيه دي. قبل الاكس راي قبل اشعه قبل ما يجي واحد يعمل اي فحوصات تمام كده على الاكس راي عشان الجازز والغازات
اللي بتبقى ممكن تبقى موجودة في القولون ممكن تأثر على الأشعة. بعد عمليات البواسير after hemorrhoids surgery، طبعا اللي عنده hemorrhoids بواسير المفروض هو عامل عملية، المفروض ما يحزقش، فاهم؟ مبيبقاش في أي strain. تم حزق، تم لو هو حزق ممكن العملية ترد تاني، تم يبقى في مشكلة، فلازم أن ياخد مسهل. يبقى إذن هي مسهلة، سواء كانت مسهلة فاهمني للإمساك الإمساك الحاد، أو في حالة التخسيس، أو في حالة الفحص الإكس راي انفستيجيشن، أو بعد عمليات البواسير اللي هي الأفتر هيمورويدز سيرجري. تم موانع الاستعمال بقى، كونترا انديكيشن ما ينفعش تستعملها في الحمل بريجننت وومن، اللاكتيتنج ماذر اللي هي اثناء الرضاعه، تمام كده، لانها بتنزل في اللبن وما ينفعش اديها ايه، ما ينفعش تنزل للطفل الرضيع. الاطفال اقل من 10 سنين، لا قدر الله في حاله الانسداد المعوي انتستينال اوبستراكشن، لانها بتنشط حركه الايه الامعاء، فبالتالي هو في عنده انسداد وبالتالي انا بنشط حركه الامعاء، فلا قدر الله ممكن يحصل له انفجار في الامعاء. طب انا اعرف الكلام ده، احنا لما بيجي لنا الصيدليه اي عيان بيشنت عنده إيه؟ امساك، بساله سؤال واحد بس، تمام كده، هل في اي جاز بتطلع، في ريح بيطلع؟ اذا كان في يبقى ما عندوش اي اوبستراكشن، ما عندوش اي انسداد، فبالتالي ممكن اديله اي مسهل. لا قدر الله ممكن احنا لما كنا لسه متخرجين شفنا حاله فاهمني وصلت للوفاه، دكتور صيدلي تمام كده، يعني ايا كان بقى صيدلي اللي واقف مش صيدلي مش عارف، وصف لواحدة حقنة شرجية وعندها intestinal obstruction، فحصل لها انفجار في الأمعاء تمام كده وتوفت، وكانت قصة كبيرة جت في التلفزيون. فإذا فاهمني خطير جدا الموضوع ده في حالة السيفير dehydration، وفي حالة الكرونيك constipation زي ما قلنا الإمساك المزمن مع كبار السن زي ما قلنا ما ينفعش أديهم إيه، أديهم السنة. مهم جدا نعرف الكونترا انديكيشن، مهمة جدا بتعامل بيها فاهمني، ودي تمشي على كل المسهلات عادي يعني اللي انا قلتها. انما بالنسبه للسن البريجننت واللاكتيتنج دي يعني في بعض المسهلات ممكن تنفع مع البريجننت واللاكتيتنج، انما في حاله السن لا ما تنفعش. دي بعض صور المستحضرات الموجوده في الصيدليه من السنه. تاني نبات هناخده الديجيتاليز ليف او الفوكس جلوف ليف، بيسموه ورق الديجيتالة او اصبع العذراء، وبيسموه اصبع العذراء عشان الفلاورز بتاعته تبقى شبه ايدين البنت اللي هي العذراء لسه ما اتجوزتش، وايديها لسه ما دخلتش في الايه في الحلل وغسيل المواعين والكلام اللي زي كده فاهم، فبتبقى حاجه سموث خالص كده، الفلاور بتاعته بتبقى البيتال بتبقى حاجه سموث كده. الاوريجين عندي بقى زي ما قلنا تاني نرجع لتعريف النبات، درايد ليفز، احنا قلنا هناك ليفلت في السنه هنا ليفز اوف ديجيتاليس بوربوريا، نفتكر من البوتاني بوربوريا بيربل تمام كده، اند ديجيتالز للفلاور بتاعته لونها بيربل، اند ديجيتالز لاناتا فاميلي سكرو فولارياسي، نتقسم الاسم عشان طويل، سكرو فولارياسي سكرو فولارياسي رابيدلي درايد، لازم ان يتجفف بسرعه ات تمبريتشر نوت اكسيدنج تمام 55 ديجري سنتيجريد، المفروض ما يزيدش ما يجففوش الورقه بتاعتي دي عن ما درجه حراره التجفيف ما تزيدش عن 55. لو احنا بصينا هنا نلاقي دون ده الديجيتاليز بربوريه، دي الفلاورز بتاعته، ده الديجيتاليز لاناتا تمام، دي الفلاورز بتاعته تمام. لو احنا بصينا هنا هنلاقي فاهمني الفينز فاهمني مضغوطه لتحت تمام كده، فعشان كده الورقة شكلها فيها مربعات كتير أشبه بلوحة الشطرنج، شبه مربعات لوحة الشطرنج تمام، ده بنقول عليه checkered like appearance، شبه ورقة شبه لوحة الشطرنج. نيجي نبص تاني بقى، نيجي نوصف بقى الميكروسكوبيكال كاركتر، بنقول عندي هنا البتيول وينجد او في وينجز اهي، او بنقول عليه دي كارنت تمام كده. اللامين عندي حجم الورقه المنطقه اللامينه دهيت بيبقى من 10 ل 20 سنتي ومن 4 ل 10 سنتي في الوايد تمام كده. الشيب بيبقى اوفيت لانسيوليت تو برودلي اوفيت، لو قلنا اوفيت اوفيت كويس مفيش مشكله. الابكس عندي اكيومينيت، المارجن كرينيت، لو احنا بصينا هنلاقي ايه دواير كده، دواير كرينيت
او يعني احيانا بتبقى ايه، يعني بتبقى دنت يعني كرينيت، واحيانا بتبقى دنتيت. البيز اوف ذا لامينا قلنا سيمتريك، الاثنين متشابهين تمام كده. ودي كارنت تمام، او قلنا عليها وينجد من فوق، البتيول وينجد تمام. السيرفيس الابر سيرفيس بيبقى دارك جرين اند رينكلد وهيري، قلنا رينكلد عشان ايه، الفينز مضغوطة لتحت تمام كده، رينكلد مجعد، وهيري طبعا عشان وجود الهيرز هنتكلم عنها دلوقتي. اللور سيرفيس بيبقى جريش طبعا، بيبقى اللور سيرفيس دايما طبعا اي ورقة، اي ورقة نبات لازم تبقى اغمق من فوق عشان الايه، عشان الفوتوسينثيز، وتبقى افتح من تحت، دي يعني مش حاجة ماشي. هنا الفينيشن هنا بنيت ريتيكوليت، والكلمه دي مهمه جدا، بنقول بنقول عليها انستوموسنج. يعني ايه انستوموسنج؟ تمام كده، يعني لو احنا بصينا على الفينز في نهايه الورقه هنلاقيها كونكتد مع بعضيها، وهوريها لكم دلوقتي تمام كده. نقول عليها انستوموسنج ونير ذا مارجن، يعني ايه متوصله مع بعض ايه في نهايه الايه، ناحيه الايه، ناحيه حافة الورقة زي ما قلنا فاهمني، اللي هي checkered like appearance. قلنا ليه؟ نتيجة الايه، ان ال veins depressed من الايه، من ال upper surface، و ايه prominent في lower surface. ال odor characteristic، ال taste persistent bitter، يعني طعمه مر. ادي ال anastomosing اهوت اهوت اهو اهو اهو، ده اللانات اللي احنا بنتكلم عليه. لا ده ده طبعا ده احنا مش عايزين دوت، اللي مش عايزينه دوت البربورية، وده اللاناتا عشان هنقارن بينهم دلوقتي. ديجيتالز بربورية الاثنين زي بعض اهون، قلنا نفس الايه، نفس الاوريجين اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه تمام كده. يعني هو ده الفوكس جلوف وده جريشيان فوكس جلوف اليوناني تمام. هنا بس الفرق، الفروق الواضحه هتبقى عندي في الايه، في الشيب، هنا في الشيب اوف لامينا هيبقى اوفيت تو اوبلونج اوفيت، هنا اوبلونج لانسيوليت تو لينير لانسيوليت، اطول وارفع طبعا زي ما احنا شفنا. المارجن هنا هتبقى كرينيت، هنا entire or broadly serrate تمام كده، ممكن تبقى entire لو كتبتها entire، دي غالبا دي اللي بنشوفها. الابيكس عندي هنا فاهمني، قلنا احيانا بتبقى obtuse تمام كده، بتبقى كده اهوت، اللي هي مربعة، اللي هي مدورة اسف كده بالمنظر ده كده، ودي acute to accumulate. التكستشر عندي papery wrinkled، هنا ده بيبري جلابرس، ده التي اس زي ما احنا شايفين اهون. ادي عندي الفين اهو، الميد ريب ديبريسد لتحت خالص وبرومينانت ايه، ديبريسد من فوق وبرومينانت من تحت اهوت. دي من دي كولينكما، خلايا كولينكما، دي منطقة الفاسكولار باندل، دي الباليسيد هتبقى تبقى دورس فنترال، ودي كولينكما تانية بس دوت. هنلاقي عندي هنا نوعين من الهير، هنلاقي عندي الكولابسد هير والبايسيلولار جلاندولار، بايسيلولار هيد جلاندولار بايسيلولار هيد تمام كده، و ولا عندي الانوموسيتيك استوماتا. انوموسيتيك مش مميزه قوي، موجوده في نباتات كتير، بس هنلاقي عندي اكتر حاجه مميزه هنا فاهمني، اللي هو الايه، ال كولابسد هير والبايسيلولار جلاندولار بايسيلولار هيد تمام كده. بالاضافه لحاجه تانية، حاجه مميزه هي مش موجوده، وكونها مش موجوده دي مميزه للنبات الديجيتاليز عشان اعرف ان هو مش مشهور بنبات تاني تمام. انا عندي هنا النبات لما اجي اسالك في الشفا اقول لك السنه فيها ايه، كالسيوم اوكساليت، تقول لي بريزماتيك كريستال اوف كالسيوم اوكساليت فيها كريستال شيز، طب مش عارف ايه فيها كالسيوم اوكساليت، تقول لي كالسيوم اوكساليت فيها كريستال، طب اقول لك الديجيتاليز فيها كالسيوم اوكساليت ايه، تقوم انت جاي خابط اي نوع، ده مش صح. هنا الديجيتاليز
ما فيهوش اي كالسيوم اوكساليت. دي الاكتيف كونستيتوانت عندي، هنلاقي عندي ده اللي احنا بنقول عليه لما ده حاجه اسمها اجلايكون، تمام؟ اجلايكون، اجلايكون ما فيهوش الشوجر بارت، ده الشوجر بارت، تمام؟ كله على بعضه كده اسمه جلايكوسايد. جلايكوسايد دوت يعني حاجه فيها شوجر ونان شوجر. لو انا شلت الشوجر وبقى عندي النان شوجر يبقى اسمه اجلايكون، تمام؟ انا عندي الاجلايكون هنا الديجي توكسيجينين والجيت توكسي والجيتوكسيجينين، تمام؟ احفظ لي بس منهم واحد، تمام؟ وعندي هنا جلايكوزايدز، هتعرفز لي منهم الايه، الديوتوكسين هو الاولاني دوت والديجوكسين، تمام؟ الديجوكسين دوت دي اللي هي الايه، الماده اللي موجوده في الصيدليات عشان بتعالج مريض اللي هو الكونجستيف هارت فيلير، اللي هو مريض عضله القلب الاحتقاني، اللي هو مرض اللي هو فشل عضلة القلب الاحتقاني congestive heart failure، مش اسمها العربي أحيانا بتوه، و congestive heart failure اللي هو مريض القلب، مريض فشل عضلة القلب الاحتقاني ده، وما يقدرش يعيش من غير الايه، من غير الديجوكسين، تمام؟ مهم جدا بالنسبة له. فلك أن تتخيل إن ده بلانت سورس، تمام؟ يعني احنا بنتكلم العقاقير، مش لازم ندي العيان الدواء من عند العطار، ممكن يبقى الدواء موجود عندك في الصيدلية هو أصلا جاي من نبات أو جاي من ناتشورال سورس، تمام؟ فناخد بالنا تيك كير إن احنا ما نغلطش في الغلطة دي ونقول العقاقير تمام شوية أعشاب وخلاص، لا الكلام ده مش صح. هنتكلم عن الكيميكال تيست بتاع الإيه، كارديا جلايكوسايدز. احنا قلنا دي كارديا جلايكوسايدز، تمام كده، بتعالج جلايكوزايدز، بتعالج القلب، تمام كده، فيها جلايكوزايدز، تمام، فبالتالي فيها شوجر بارت ونان شوجر بارت. الشوجر بارت بتاعي في حاجة مميزة جدا مش موجودة غير في الكارديا جلايكوسايد، اللي هي 2 ديوكس شوجر، تمام. انا خدت كلوروفورم اكستراكت او كلوروفورم ريزيديو، تمام، بعمل عليه تيست من ايه، من الاربعة دول عشان اعرف ان دي الكارديا جلايكوسايدز بتاعتي موجوده ولا لا. اول تيست بيختبر وجود الاثنين ديوكس شوجر اللي موجوده في التشين، يعني الشوجر دون ما فيهوش اكسجين في بوزيشن رقم 2، تمام، فبالتالي ده اسمه كيلر كيلياني تيست للاثنين فور 2 دي اوكسي شوجر. والكيدز تيست، كيدز تيست دون ده بيشوف بيشتغل على الفايف ممبر لاكتون رينج. لو احنا نرجع للاستراكشر ورا في السلايد اللي قبل كده، هنلاقي في فوق خالص على اليمين كده في حاجه اسمها اللاكتون رينج. اللاكتون رينج دي بقدر اختبرها من خلال الكيدز تيست والبالج تيست، بالج تيست. يبقى الكيلر كلياني عشان 2 ديوكس شوجر، تمام، ده للشوجر بارت. للنان شوجر بارت هنلاقي عندي 3 تيستات اللي هو الكيدز تيست والبالج تيست، دول عشان الفايف ممبر لاكتون رينج، تمام. بعد كده اخر تيست عندي اللي هو الليبرمان بورخارد، بورخارد تيست، ده راجل الماني، ليبرمان وبورخارد دول اتنين علماء المان، فعشان كده السي اتش بتنطق خ، بورخارد تيست للسترويدال نيوكليس، للشكل الايه، الاسترويدال نيوكليس اللي هي تحت اللاكتون رينج. يبقى انا عندي هنا اربع تيستات. ايه هو الكيلر كلياني تيست؟ تمام، انا خدت الكلوروفورم اكستراكت زي ما قلت، بحط عليه جليشيال اسيتيك اسيد واتنين دروب من الفيريك كلورايد، تمام، بعدين انقل الايه، طبعا الكلام ده كان في ايه، في بورسلين ديش، انقل الكلام دوت لتست تيوب، بعدين احط عليه كونسنتريتد سلفوريك على جدار الانبوبه، فيديني براون لاير ادجنكشن في منطقه الجنكشن، هيديني طبقه بني، والابر لاير هتبقى بلوش جرين، تمام كده. الكيدز تيست هحط الكول عليه من اتنين، عليه اتنين دروبس من تلاتة خمسة داينيترو بنزويك اسيد في الكول بردك، وبعدين احط 5% صوديوم هيدروكسيد هيديني فايلوت كلر. البالج تيست دوت انا ممكن اقول عليه بحط البالج تري ايجنت. البالج تري ايجنت ده عبارة عن ايه،
عبارة عن 9.5 ملي من 1% بيكريك أسيد عليه 0.5 ملي من 5% صوديوم هيدروكسيد، يكون فريشلي بريبيرد، يكون لسه متحضر، هيتحول لون طبعا الريجنت ده لونه بيبقى ايه؟ لونه بيبقى اصفر كده، لما المفروض اللون دوت الاصفر يتحول للاورنج ريد. وعشان اخد بالي من فرق التغير في اللون ده، لما تيجي تشوف في المعمل الكلام ده او يتعمل لكم في شكل ديمونستريشن، بيبقى المعيد معاكم حاطط لكم الريجنت اللي هو كالرد اوريدي، تمام كده، عشان تشوف الفرق ما بين اللونين. هو الفرق بقى واضح جدا، بس طبعا منك اول مره تشوفه ممكن ايه ما يبقاش واضح بالنسبه لك، انما هو واضح، المفروض يبقى واضح. اورنج ريد لليلو الفرق كبير يعني. اخر تيست اللي هو الليبرمان بورخارد، باخد انا بحط كلوروفورم، بحط عليه 1 ملي اسيتيك انهيدرايد بلس السلفوريك على الوول، فيديني ريدج فايلوت كلر في الجانكشن، تمام، يديني لون لون احمر بنفسجي كده، تمام كده، ويديني الجانكشن، ويديني في الكلوروفورم لاير اكوايرد الايه الجرين كلر. وطبعا هنا الجرين كلر تحت، لان الكلوروفورم دايما بيبقى ايه، بيبقى لتحت، انه اتقل من اي اتقل من السولفنتس التانية. طبعا احنا قلنا فين، طبعا قلنا الايه الديجيتاليز ده كارديوتونيك، بيستعمل في علاج الكونجستيف هارت فيلير. دي المستحضرات الموجودة من الديجيتاليز اللي هي اللانوكسين وكاردكسين.